السلام عليكم، وياكم علي. اليوم بتكلم عن كيف تجيب على سؤالك. عندك سؤال يدور في بالك تحتاج الإجابة، من وين؟ بتروح تسأل شخص، يمكن يكون سؤال شوي محرج، تروح تسأل منه الحين انت يخطر سؤال اللي يخطر ببالك، بتروح لمنه؟ بتروح لشخص تسأله، شخص يعرف صح ولا لا، بتنتظر الإجابة. ليش انت ما تروح من نفسك تبادر وتروح تدور الإجابة؟ عندك جوجل، عندك ويكيبيديا، عندك، ليش ما تفتح تلفونك وتدور الإجابة؟ ليش تنتظر شخص يطلع لك الإجابة؟ انت ليش تضيع وقتك تصير تدور الإجابة تحصلها الحين؟ الحين مسوي سيرش، قال ما ندور. أسرع سؤال، كيف أخسر دهون؟ على طول عطاني النتائج. ما يبالك، ليش ما تبادر انت بنفسك؟ عندك تلفون، سوي سيرش عن سؤال انت تبغاه. ليش تحاول تعتمد على غيرك؟ اعتمد على نفسك يا اخي. شو فيك؟ وبس وكذي كذا حصلت على اجوبتك. ما تحتاج تسأل شخص، روح جوجل اسأل جوجل، ما بياخذ من وقتك شيء. لا تنسون تشتركون بالقناة، تابعونا على انستغرام، تفعلون الجرس. باي باي.